محدش ينكر اننا كلنا عندنا مشاكل جوانا، همومنا واسرار واوجاعنا. طبعا الشباب بيعانوا كتير من الموضوع ده. تعالوا معانا نشوف رأيك. احنا دلوقتي في كوكب اسمه كوكب عطارد مع الملوك والخدام وفكرة الاعمال. ليك 20,000 جنيه وممكن ان انت تشتغل مهنة الدجل والشعوذة. ممكن جماعة انا اسمي دبي والبنت دي اسمها سعدية. جيدة انا اكلمكم عن ظاهرة تعتبر من اخطر الزواجات اللي مش بتهدد مجتمعنا بس، ولازم نربيهم على برامج هادفة زي البرامج دي تنمي وعي. عم استاذ سلام. طب لو عندك قناة تقدمي فيها ايه؟ حاجات تفيد الناس يعني اطفال وكده. لما نحب نحقق شهرة ونحقق نسب مشاهدة عالية نقفر ونطلع بأفكار وتخدر عينيك وتبقي شبه أنجلينا جولي. كلمينا نقل الناس الأمريكا حلاها في نسبة البطالة 5.4% ونسبة العنوسة 14%. أما بقى متوسط الدخل كايرو دلتا فور ميديا اند السوشيال ميديا. للتواصل زوروا صفحتنا الرسمية عبر الفيسبوك وموقعنا الرسمي ونزلوا ابليكيشن كايرو دلتا.